السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك يا شيخ من المغرب الدار البيضاء. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤالين الله يجزيك. سل ويجزيك. عندي السؤال الأول هو هل يجب تكفير تارك الصلاة، يعني أن تقول له كافر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة لأن الرسول قال ها تفضل. قال وهل يجب قتله؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويأتوا الزكاة. السؤال من شقين إذن، السؤال من شقين. الشق الأول سؤالك عن حكم تارك الصلاة، للعلماء قولان، ورأي جمهور العلماء أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا جحدها، ومن استدلالات الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه لذلك حديث خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن ولا سجودهن فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قالوا فما دام دخل تحت المشيئة إذا لا يكفر، فلا يكفر إلا بالجحود. وأول حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن العلماء من يقول يدخل في الكفر دون كفر، أو يدخل في المستحلين، يدخل في المستحلين. أما الجزئية الثانية هل يقتل تارك الصلاة أو لا يقتل، مسألة هذه للحكام ليست لأفراد الناس.